كزبرة كزبرة بهارات كبسة في بهارات بيقولوا لها البهارات السبعة شو هذا؟ برنامج سكبة حرية رح نطبخ طبخات سورية طيبة ولذيذة واقتصادية. السلام عليكم، باي باي. سلامات واهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامج سكبة حرية. بحلقة اليوم معنا سيدة، أول ما قلت لها شو بدك تطبخي؟ قالت كبة بلبنية. ترى ليش؟ أكيد هي حلبية. معنا المحامية لمى عنداني. مرحبا لمى. يا اهلا وسهلا رويدا، وميت السلامه وميت اهلا وسهلا. ونحن هيك سلامنا الحلبيه هيك له يعني شغله كثير كبيره، ولما نحط الضيف نقول له ميت اهلا وسهلا وميت السلامه وشرفت، ونضل شي 10 دقائق ربع ساعه عم نرحب فيكم. ابوس روحك وتوقفك. ابوس روحك، ما بنقول وتوقفك بس نقول ابوس. انا لحد الان بقول ابوس روحك وبقع بمشاكل، يعني خلي لي روحك تستمري فهيك لهجتنا نحن الحلبيه، اذا ما قال روحي وعيني وقلبي ما بمشي الحال. هلا انا اخترت الكبه بلبنيه لانه هلا الدنيا صيام، يعني اللبن شوي بيطري الزلعين، يعني الحلق هون بيساوي طراوي، يعني معظم اهل حلب بنعزم مثلا بالفطار او كذا بنعزم على الكبه بلبنيه، يوم جنبها مثلا مساوي كبه نيه ومساوي فتوش وبنعزم العيله عليهم، ما حدا بيساوي كبه لبنيه بياكلها. تمام، خلينا نبلش بالمقادير. اي هلا اللبنيه المراه جبت كليين لبن وجبت نص كيلو لحمه، وقلت لك انا بحب لحمه راس العصفور وسلقت اللحمه. هلا نحن في عندنا رز تقريبا للكليين لبن، بنحط لها تقريبا كاسه صغيره رز، طبعا مو اثناء الطبخ طبعا بده نقع الرز طبعا بعد ما نحرك اللبن، بعدها بنحط قبل ما يستوي نحط الثوم ونعناع. طبعا هلا وقت نبلش نشتغل بقول لك شلون نحرك اللبن، نخفق اللبن هيك ونحط فوق اللحمه. هلا جينا على حشوه الكبه، جبت 4 كاسات برغل وجبت ربع كيلو هبرة. تمام. ودعكناهم مع بعضهم، حطيت لها رشة ملح ورشة يعني براس المعلقة طرف المعلقة كمون. هلا بنحط نحن الكمون شوي، بنحط لها شوي لأنه البرغل بيساوي نفقة بالعادي، فشوي الكمون بمتص إذا كان في نفقة أو شيء بمتص. وأنا جيت بعدها حطيت لها تقريبا شيء نص كاسة مي، هيك تقريبا شيء نص كاسة مي، وبلشت ادهك 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 لين ما تجانست هيك. هلا ريحتها شوي، يعني الكبه بدها واحد يريحها، ما راسا انه والله راسا بعمل لها هيك وراسا بدعبي تفرط بين ايديها. هلا انا جبت الاربع كاسات برغل، جبت لهم تقريبا شي ربع كيلو لحمه، وهي جوز حطينا جوز. يعني اذا لما نحن استخدمنا برغل 4 كاسات مع لحمه ناعمه او لحمه مطحونه خلينا نقول، وكمون وملح للبرغل. لللبن استخدمنا لبن ولحمة راس عصفور أو لحمة قطع وثوم. للحشوة استخدمنا ربع كيلو لحمة مفروم ناعم وبهار طبعاً وجوز حسب الطلب. يعني هلأ إذا أنت عايزة عزيمة وبدك تشوفي حالك قدام العالم، والله أنا عايزة، وخاصة أهل حلب بتلاقي الكباب وبدينا هي، بحطه بقلبها جوز، لأنه بعد ما بيأكلوا اليوم وما شفتي بقلبها الكبة بقلبها الجوز بقلبها اللحمة بقلبها الشيء. نحن كتير بنحكي على الأكل. لما أنت متذكرة أمت أول مرة طبختي كبة؟ أنا بتذكر أول مرة طبخت كبة بال 88، كان تقريبا عمري شيء 19 سنة، كنت بسجن دوما. لما شو كانت هنتك؟ هلا أنا وقت اللي أخذوني من المدرسة، كنت بالحادي عشر، أنا أخذوني من مدرسة العروبة، وجهوا لي تهمة إخوان مسلمين، بس أنا ما بعرف شيء عن إخوان مسلمين أبدا أبدا. التهمة اللي وجهوا لي إياها إنه أنا كنت عم بصلي وفي كتب دينية كنت عم بوزعها لرفقاتي، هي التهمة اللي وجهوا لي إياها. طبعا وحكموني 4 سنين كوني حدث، ومددوا لي 5 سنين على 9 سنين بالسجن. هلا نبلش اول شيء باللبنيه وبعدين نشتغل بالكبه. تمام. هلا رح اخذ اللبن على الغاز، بتضلي انت تحركي هيك على مهلك شوي 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 شوي، تحركي هيك وتطلي عليها شوي. بعرف وقت اللي كنت صغيره كنت كثير اكره هاي الطبخات اللي فيها لبن، هي والشاكريه. ليش؟ لانه كانوا يبلونا بالتحريك. ايوه يقولوا لكم حركوا حركوا ضلوا حركوا، بس هي متعه. شوفي اللي بده يطبخ بده يكون عنده متعه، بده يحب الشغله اللي عم يشتغلها، اذا ما حبيت الطبخه ما بيمشي الحال. هلا انا لو ما بدي احب اللبنيه ما بطلع معي اطبخ لكم كبه لبنيه، بس انا هيك جاي على بالي اسويها. هلا نحن منكت ميه اللحمه بس منكتها شوي شوي، يعني يلا حطي انت حركي معي حركي يلا شوي شوي منكتها مشان اللبن. هلا منكتها شوي شوي. هلا بقى نحط اللحمه، نزل اللحمه لعندي، بنضل عم نحرك هلا بعد ما حطينا ميه اللحمه.
ساعة ماسكة ايدنا وعم نحرك، ما بصير اللبن ايدك ما بصير تنزل عنه. هلا بنحط الرز. الرز انا قلت لكم مقدار كاسة صغيرة، بضل عم بحرك اطلع عليه شوي، وبعد هلا بدي اجيب الثوم. تقريبا شي راس ثوم، ملح وثوم ونعناع، هي بتختلف عن بقية اللبنية تبعت بقية المحافظات. هلا حط لك شوية رشة نعناع. مع الثوم والنعناع؟ لك بهالاثناء انا بدي اضل احرك اللبن، بطلع الثوم والنعناع بس بدي اضل احرك اللبن. اصول الطبخ قبل ما انزلها بعشر دقائق بكت الثوم والنعناع، يعني شيء انه هيك يتحرك معه تحريكه يعني. هلا ايش بنساوي؟ بنروح بقى على الحشوه، نشتغل بالحشوه. لا هيك رويدا ما بيمشي الحال. هلا انت الكبه وقت تمسكيها بدك تمسكيها هيك، بدك تدهكيها. اول شيء تمسكي هيك مي، تعملي هيك تبللي، مو تشيلي الصحن تكبي هيك، لا تعملي هيك وتدهكي كل قطع بطاطا. هلا انا تركت هيك قسم، عرفتي علي كيف؟ هلا بدها كل قطع بطاطا. بتعرفي ذكرتيني هلا بايام اعتقالي وشلون تعلمنا الكبه. هلا انت صرت طالعه تقريبا 27 سنه. شو الاشياء اللي هلا ببالك اللي ما بتقدري تنسيها ابدا؟ هلا اكثر شيء تسكيره الباب، يعني سواء لما كنت بالفرق او لما رحنا على سجن قضائي. هي تسكيره الباب هيك لما بمسك السجان الباب وبسكرها التسكيره القويه وبحط هي معه القفل هيك الجوزه، كثير كثير لحد الان الصوت حتى اذا سمعت تسكيره قاسيه برجع راسا 27 سنه لورا وبتذكر. تحولنا مثلا تقريبا شي الساعه 10 الصبح يسكروا علينا الساعه 6. فمره واحده قالت له الله يوفقك، يعني القمر صرنا زمان ما شفناه، سنوات. والقمر شلون كنا نشوفه؟ نحن كان جدران عاليه كثير كثير، يعني السجن هيك باحه هيك كان وقت نطلع، بس اسواره عاليه كثير كثير يعني. فالقمر ما يبين علينا، كان في جامع من ورا الجامع. عم قال له والله ما بقدر لبين ما اروح اخذ اذن رئيس السجن، يعني لبين ما اعطاه امر واعطاه ما بعرف ايش راح القمر وما شفنا القمر. نسيتيني اللبنيه، والله الحديث اخذني ونسيت اللبنيه وصارت تغلي كثير كثير، وما لازم واحد يتركها يعني. هلا الثوم والنعناع لما نكبته ما نكبته راسا، نشيلها ونكبته، لانه هي مساله ذوقيه. فهلا نحن انا جبت معلقه صغيره بتحطها في قلب الهي بتذوبها وبتطلع. هلا انا شفت انه هلا خلص صار مناسب يعني. لما اعتقلتي كان عمرك 15 سنه، عذبوكي مثل الكبار؟ هلا انا عذبوني التعذيب بختلف من ما بطلق صغير ولا كبير. هلا انا عمري 15 سنه وطفل وما بعرف شيء مشان ايش جاي، عذبوني. بس طبعا الكبار غير شيء. وبعد انا العذاب الاكبر اكثر شيء انه راسا 5 سنين ونقلوني على الشام، واهلي ضلوا 4 سنين ما بيعرفوا مين انا. كنا مجموعه تقريبا شيء 12 بنت من حلب يعني. بعد 86 لما وصلنا على قطنه، لما زارونا اول زياره حتى صدقوا انه نحن طيبين. تجربة بدون شك هي كثير قاسية، لكن انت ما شاء الله عليكي بعد ما طلعتي درستي بكالوريا وجامعة واسستي وصرتي محامية معروفة جدا بحلب. هل بتعتقدي بانه تجربة السجن ضافت لك شيء لشخصيتك؟ ايه، لما طلعت انا من السجن فعلا ضافت لي الارادة والصلابة، يعني كان في عندي كله حياتي اللي اشتغلتها كلها تحدي. يعني تخيلي انا اخذت البكالوريا بصرف 4 شهور، طلعت بكانون الثاني 1990. قال لي والدي الله يرحمه بدنا نجرب تجربة تاخذي البكالوريا. اخذت البكالوريا ادبي، وطبعا بدون لا دورات ولا شيء، لانه اهلي كانوا يخافوا علي والامن كان كل اسبوع بيجي لعنا. فقدمت البكالوريا 170 من 220 بالادبي، فكان رائع جدا، اعطاني ثقه بنفسي انه انا فعلا يعني 9 سنين ورغم هالمعاناه والقسوه الظالمه يعني. حتى لما دخلت الحقوق، طبعا انا دخلت الحقوق كان في دافع نفسي، الظلم اللي شفته يعني كنت اقول انه لازم انا ادرس الحقوق مشان ادافع عن هالناس. فدخلت الحقوق طبعا واخذتها كل سنه بسنتها، وكان معدلي تقريبا 67 فواصل يعني. وانتسبت لنقابه المحامين عام 1996، كان تحدي اكبر كثير لي انه انا معقوله انجح كمحاميه، لانه مهنه المحاماه بتعرفي يا رويده ما هي سهله بالنسبه نحن لمجتمعنا كشرقيين. ايه والله محاميه بين رجال ايش عم بتساوي ايش كذا، فانه انت تاخذي دعاوي وتكسبيها وتمارسي المهنه 20 سنه وكلك اسم بالنقابه، هذا شيء انا بعتز فيه كثير كثير. طبعا انت بعد ما طلعتي تزوجتي وجبتي صبيه حلوه اسمها تقى، يلي هي عم تنق بدها تيجي تساعدنا. بدها تيجي تساعدنا، تعي تقى تعي، قومي غسلي ايديكي وتعي. اهلا توتي. احشيه؟ ايه سلمي على خالي رويده. على رويده شلونك؟ شوف مين اشطر انا ولا انت؟ ايه شوفي، لا تحطي ايدك فوق الهيئه وهيك اشتغلي. لما هلا اغلب اللي عانوا بالثمانينات ببدايه الثوره اخذوا قرار انه ما بدهم يشاركوا، لان هن بيعرفوا ظلم واسوه هذا النظام. انت شاركتي طبعا، انت وزوجك طبعا. انا شطبت من النقابه نتيجه انه عرفوا انه انا شاركت. بالبدايه دفعنا كثير يعني،
ومعلش لو دفعنا هلا يعني، ولا كمان كان سمن انه انا زوجي ما بعرف عنه شيء ابدا ابدا. هو ايمتى اختفى او شو تفصيل شو صار؟ والله هو عنده بيته بالشام يعني، طلع من الشام وما حدا بيعرف عنه شيء ابدا ابدا هلا، بتاريخ اللحظه ما اجينا عنه خبر ابدا. فالغالب يكون انه معتقل او شيء يعني. لما جيت على تركيا شو اشتغلتي؟ شو عملتي؟ كيف تصرفتي؟ هلا نحن اول ما بنجي انا توقعت انه يعني البحر طحينه شلون بقولوا، انه بدي الاقي شغل مثل ما كنا بسوريا. قعدت ادور على شغل يعني، استدليت من ناس لناس بانطاكيا في رابطه المراه السوريه، رحت سلموني ملف المعتقلات والمعنفات للثوره السوريه يعني، استلمته واشتغلت فيه وحاولنا نسوي لهم مشاريع انتاجيه صغيره، وفي شيء نجح وفي شيء فشل يعني، وانتهى العقد معهم يعني بثمان شهور تقريبا. ضليت هنيك كثير في صعوبه يعني، خفت على بنتي من مشاكل كثيره وهيك، فقررت اجي على انتاج يعني. طبعا انا كان في مشروع زيتون عم بقدم مشروع توثيق الزواج والطلاق مشان السوريين يعني، فوافقوا لي عليه هلا وفتحوا لي مكتب هلا بالريحانيه الاستشارات القانونيه، وهلا كل شيء يلوز بالسوريين بالقوانين اللي عم تطلع على الأراضي التركية، كل ما يلوز بالقوانين اللي بتخصهم صرت أنا مختصة فيها. هلأ وصلنا تقريباً للأخير. للأخير إيه إيه. هلأ بقى بدنا نسلق الكبة، نحطهم على وجبات، لأنه إذا حطيتيهم دفعة واحدة كلهم بيفرطوا بلزقوا على بعضهم. هلأ نسقط الكبيات، كبية ورا كبية شوي شوي. طب هيدا سنة أنا خفت جنبها. هلأ ويدا عم يشيل الكبة، نتركها لوحدة الكبة واللبنية لوحدة، اللي بده كل واحد حسب ما بده. خلى هيك مخاصين صحتين وميت هنا. هلا اتركها شوي لتبرد. والله يا رويدة ذكرتيني هلا بأيام العيلة، أيام رمضان لما كنا نجتمع مع بعضنا وهيك على الكبة بلبنية وأهالينا. آه أيام ما بقى ترجع، راحت ما بقى ترجع. ذكرتيني بأبوي الله يرحمه شلون هيك وقفني على إجري هيك لما ذكرتيني بقصتي وقال لي يا بنتي لازم تدرسي لازم تقدمي بكالوريا ومنجرب هيك على كلمة منجرب. يلا ما مشي هالسنة، سنة الجاي طالعة انت هلا اول السنة. سبحان الله، الله سبحانه وتعالى شلون هيك. شكرا كثير لك لما، شكرا كثير لك، وشكرا كثير لك اللي عم يشوفونا وانطرونا الاسبوع الجاي بطبخه ديريه. من هلا لوقتها، باي باي. معجونة بوجع ونجاح من تحت ايدين اربع الامهات السوريات ببرنامج سكة حرية على روزن. تابعونا.